الهجوم الأوكراني المضاد محل لغط بين نفي كييف إطلاق المعركة الكبرى والتأكيدات الروسية على ذلك. الجيش الروسي يعلن صد هجوم على جبهة طولها 95 كيلومتر في شرق أوكرانيا، ويقول أنه صد عشرات الهجمات قرب مدينة باخموت بمشاركة أكثر من 1000 عسكري وما يصل إلى 40 دبابة. هل بدأت فعلا معركة الربيع؟ وأي جبهات هي الأكثر سخونة إلى جانب باخموت؟ هذا جانب من النقاش فيما سنوسع الحديث عن أهمية باخموت التي تنظر إليها موسكو على أنها نقطة انطلاق لمهاجمة مدن أوكرانية أخرى وتعتبرها كييف مركزا للهجوم المضاد. فهل المطلوب من فاغنر المناورة فقط في المدينة لإطالة حرب الاستنزاف؟ إذن للنقاش ينضم إلينا من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود الأفندي، ومن كييف مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية إيفانوس. أهلا بكم، وأبدأ معك سيد الأفندي. الهجوم المضاد أو المعركة الكبرى خدعة أم حقيقة تنتظر عوامل لبدئها؟ أول شيء يسعد أوقاتك سيد الكريم والأخوة المشاهدين وضيفك الكريم طبعا من كييف. هلا فينا نقول حسب الأوضاع الميدانية على الجبهات العسكرية، فينا نقول إنه العملية العسكرية المضادة الأوكرانية قد بدأت فعليا، ولكن بدأت خجولة. يعني كل العوامل السابقة أوكرانيا فعلت فيها ضرب العمق الروسي، استهداف محطات القطار، استهداف محطات وقود روسية، استهداف العمق الروسي وخصوصا محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكريملين. كل هذا كان عمليات تحضيرية، وإذا رأينا الآن الواقع الميداني نلاحظ أن كل الجبهات العسكرية يعني تحضيرية فيها ليست خجولة عسكرية كبيرة. أنا أقول هي العمليات التحضيرية، ولكن العمليات تجعل على الآن على الجبهة العسكرية هي خجولة، وهذا واضح جدا. لأنا في رأيي لأن أوكرانيا، أنا أعتقد أن أوكرانيا عليها ضغوط كبيرة لبدء هذه العملية. يعني إذا رأينا تصريحات حلف الناتو وضباط حلف الناتو ووسائل الإعلام الأمريكية والغربية تريد أن تسرع أوكرانيا في العملية العسكرية المضادة. يعني نرى فعليا من آخر تصريحات لحلف الناتو قال لدى أوكرانيا 600 نوع من السلاح، 600 نوع ولا يملكه أي جيش في العالم، فماذا ينقصهم ليبدأوا لبدء ما يسمى. يعني أنت لا ترى أنها المضادة. يعني خدعة بل حقيقة تنتظر عوامل معينة، ولم الظروف كما يرى أيضا الرئيس الأوكراني زيلنسكي أن الظروف ليست مواتية لبدء هذه العملية وأن القوات ليست جاهزة. هذا تصريح الرئيس زيلنسكي كان مؤخرا، هذا يعني أن هناك في ضغوطات. يعني الرئيس زيلنسكي لا يريد الآن أن يقوم في العملية العسكرية المضادة، أنا باعتقادي لأنه ستحصل خسائر كبيرة جدا، وخصوصا إذا نظرنا إلى تصريح روبرت كينيدي حفيد جون كينيدي عندما قال من حوالي البارحة، قال هناك 300 ألف مقاتل أوكراني قتلوا في العملية العسكرية الخاصة الروسية. هذا يعني أنه هناك في خسائر كبيرة، ولا تتحمل أوكرانيا خسائر أكبر، لأنه دائما العملية الهجومية لديها خسائر كبيرة، وخصوصا أن الغطاء الجوي غير مؤمن للجيش الأوكراني. هذا يعني أن هناك خسائر كبيرة، فأوكرانيا لا تريد ولكن مضطرة أن تقوم بهذه العملية. لذلك العملية الآن على الميدانية نوعا ما خجولة وليست قوية. أنا في رأيي تريد يعني جس النبض القوات الأوكرانية حتى تحقق أي نصر ممكن، أي نصر ممكن. طيب، لما يسمى ترضي ممولوها وحلفائها الغربيين. يعني هناك ضغوطات أصبح شيء واضح، يعني تصريح الرئيس زيلنسكي من على قناة البي بي سي أن العملية العسكرية لن تبدأ الآن، هذا أمر بالنسبة لأوروبا خطير وأمريكا خطير جدا، لأنه الأسئلة لماذا نمول بكل هذه الأموال الطائلة 45 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية و8 مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبي على عملية عسكرية مضادة وفعليا حتى الآن لن تبدأ. يعني هناك ضغوطات، هذا أمر واضح. يمكن أن تكون خدعة، ولكن في رأيي الكل منتظر الآن أن تقود، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تنتظر نتائج كما حصلت العام الماضي، ولكن هون في اختلافات. طيب، كبيرة. وضحت وجهة نظرك سيد الأفندي، تقول أن قد تكون خدعة، وإن كانت حقيقة لا تمتلك أوكرانيا العوامل الكافية لبدء عملية واسعة ومؤثرة على القوات الروسية. ما رأيك سيد أوس؟ مساء
الخير من كييف. ماي جريتينز تو ستوديو جيست فروم موسكو. تحياتي لضيفك في موسكو وللمشاهدين. نعم انا افهم هذا السؤال. حين الاوكرانيون سيبداون ذلك الهجوم المضاد والذي ربما سيكون خلال اسابيع، ولكن دعونا نكون صريحين، رئيسنا قال باننا بحاجه الى اسلحه اكثر. الكثير من الناس في الغرب يقولون ان اوكرانيا حصلت على ما يكفي من الاسلحه، ولكن بعد تلك الجمله اوكرانيا حصلت على صواريخ طويله المدى من المملكه المتحده. اذا راينا النتيجه حين يقول الرئيس رئيسنا اننا نحتاج اسلحه والمملكه المتحده تعطينا سلاحا وصاروخا طويل المدى مهما جدا ليصل الى 250 كيلومترا على الاقل. بعض الناس يقولون انه بالنسخه المحليه يمكن ان يصل حتى الى 600 كيلومتر. اذا هذا يعني ان اوكرانيا حصلت خلال الاسابيع الماضيه اسلحه جيده، ولكن خلال الأشهر الماضية حين أوكرانيا كانت تتحدث عن تلك العمليات، أولا كان هناك تأثير نفسي على الروس، وما نراه اليوم الآن في بخموت. الكثير من الروس قرروا أن يغادروا مواقعهم فقط لأنهم كانوا يخشون هذا الهجوم. نحن نعلم من معلومات حصلنا عليها من مصادر روسية بأنه بالأمس بعض الجنود الروس مع علمهم بأن الهجوم قد بدأ بالفعل تركوا مواقعهم ولكن الهجوم لم يبدأ. إذن فإذا بدأنا الهجوم فإننا سنستعيد أراضينا. أعتقد أن هذا تكتيك واضح جدا وسنستعمله حتى نحصل على نتيجة منه. ولكن الآن ليس هناك هجوم، وحين ومتى سيبدأ الهجوم؟ أعتقد أن العالم كل الناس لا يعرفون ذلك، لأن العديد من الخبراء يقولون إن هذا سيكون هجمات صاروخية على المواقع الروسية ثم سيبدأ الهجوم. شكرا سيد الأفندي. يعني إذا بدأ الهجوم كما يرى سيد إيفانوس، يعني ستستعيد كييف عدد كبير من المساحات ذات السيادة الأوكرانية. المسألة فقط تدور الآن ضمن التحضيرات، وإذا بدأت سترهق القدرات الروسية. يعني أول شيء بدي أعقب على كلام السيد الكريم من كييف. بالنسبة للصواريخ المجنحة أو الصواريخ اللي أتت بريطانيا لم تأتي الآن بعد تصريحات الرئيس زيلينسكي، ولكن هي أعلنت بريطانيا عن دعمها لأوكرانيا بهذه الأسلحة بعد حوالي شهرين من استلام أوكرانيا هذه الصواريخ، وليس هذا كان ردة فعل من الرئيس زيلينسكي أن ليس لدينا أسلحة وقدمت هذه الصواريخ. هذا أمر مهم جدا، لكنها وصلت يعني وتحقق فارق بعد أن وصلت الصواريخ. وبالفعل يوم انا اقول وصلت من حوالي شهرين، لانه فعليا لانه نزلنا الان في شكوك انه اليوم استخدمتها في منطقه لوغانسك. استخدمت هذه الصواريخ، كان في انفجارين مدينه لوغانسك الاوكرانيه عفوا الروسيه المنضمه حديثا. يعني يمكن ان استخدمت اوكرانيا، يعني استلمتها ليس الان، الاعلان تم الان، ولكن انا اعتقد انه استلمتها من حوالي شهر او شهرين، ليس ردة فعل. يعني في النهاية دكتور الأفندي، يعني إذا ما تابعنا عفوا المقاطعة، يعني تابعنا مسألة الدعم الغربي يزداد يوما بعد يوم من الناحية النوعية ويحقق فارق على القدرات العسكرية الأوكرانية في المواجهة هذه. لا، ليس هناك الفارق الكبير. يعني هلا خلينا نكون يعني نكون واقعيين، اين الفارق؟ يعني ماذا حصل بهذه الاسلحه؟ يعني اسلحه مدت اوكرانيا بكل انواع الاسلحه الهجوميه والدفاعيه وما هو عليه، ولكن ما حصل الفارق؟ ليس هناك اي صواريخ يبلغ يعني مداها 250 كيلومتر، يعني فقط لزياده التصعيد. حتى الآن 250 كيلومتر يمكن أن تضرب. لا ننسى أن لدى روسيا دفاع جوي قوي جدا، يمكن أن يعني هذه الصواريخ ليست بالحديثة ولا تستطيع أن تبوح على الدفاعات الجوية وليست باليستية. يعني هذه الصواريخ صعيبة بعيدة المدى ويمكن أن يمكن يعني نوعا ما مدمرة، ولكن في منظومات دفاع جوي بروسيا كثيرة يمكن اصطيادها بسهولة. وهذا ما صرح فيه اليوم جنرال سابق في الجيش الروسي أن هذه الصواريخ ستصبح يعني سهلة المنال إذا انطلقت على الأراضي الروسية. أنا أتكلم على الأراضي الروسية على شبه جزيرة القرم، لأن منظومات الدفاع الجوي قوية في هذه المناطق. أما بالنسبة لسؤالك حسب
سألت السيد الكريم حسب العملية العسكرية المضادة، يعني كل وسائل الإعلام تتوقع أن يحصل النجاح كما حصل من قبل السنة الماضية، ولكن الفرق كبير. لما كان السنة الماضية قامت أوكرانيا بالقريب بالعملية العسكرية المضادة وأدت لتحرير بعض الأراضي أو استرجاع بعض الأراضي، ما حصل يعني كان هناك روسيا غير مستعدة، أو الجيش الروسي مع الجيوش الانفصاليين الموجودين هناك من دباس كان غير مستعدين للهجوم المعاكس. الآن كل المناطق مزروعة ألغام، مزروعة خنادق زرعت من حوالي بداية من نهاية الخريف العام الماضي. يعني من الصعب أن تتغلب أوكرانيا على هذه المناطق، وهذا ما يعني هذا يمكن أن تراه حتى في صور الأقمار الصناعية. الروسيا تخاف فقط، يعني روسيا أو لا تخاف، يعني خلينا نقول يعني تنزعج من منطقة فقط الزاباروجيا، فقط جبهة الزاباروجيا هي منطقة يعني نوعا ما نقطة ضعف روسيا في نقطة الجبهة العسكرية. لماذا؟ لأن وجود المفاعل النووي في هذه المنطقة مباشرة على الواجهة على الجبهة يمكن أن يؤدي إلى كارثة نووية في هذه المنطقة. هذا الوحيد اللي يمكن لأوكرانيا أن تتقدم فيه. وهذا يدفعني لسؤال أيضا السيد إيفانوس، عفوا المقاطعة دكتور محمد، دعنا أيضا نستمع لرأي السيد إيفانوس ضيفي من كييف. يعني ما هي سيد إيفان النقاط ذات الأهمية الآن بعد باخموت التي ربما قد تشتعل وتكون أيضا أحد بؤرة أو أحد بؤر المواجهة والصراع بين الطرفين؟ ليس فقط باخموت، هناك أيضا نقطتان مهمتان جدا للمعارك، ولكن بكل تأكيد نعم لدينا جبهة طويلة، ولهذا فالعديد من الناس يقولون بأنه أين سيكون الهجوم؟ ربما سيكون في زابوريجيا، نعم هذا ممكن، وربما في دونيتسك، وربما في لوهانسك. إذن هناك الكثير من الاتجاهات التي يمكن أن تبدأ منها أوكرانيا الهجوم. وإذا نظرنا إلى الجبهة فبالنسبة لأوكرانيا يبدو من السهل أن تغير اتجاه الضربات، لأن لدينا كما قلت مسافة أقل من المناطق التي تسيطر عليها عرضا روسيا، أقصد فهم لديهم يستحتاجون وقتا لتغيير قواتهم ومواقعهم وجنودهم. وأيضا إذا تحدثنا عن بعض الممثلين لروسيا، مثلا رئيس مجموعة غافنر إيفغيني بريغوجين وما قاله، فربما أوكرانيا يمكن أن تهاجم برانسك، منطقة برانسك، وهي طبعا التي تقال إنها روسية تاريخيا. إذن نعم من الممكن أن يحدث ذلك. الآن بالطبع في أوكرانيا نحن لسنا متأكدين أين سيبدأ الهجوم، لأنه كما قال مسؤولون فقط 5 أشخاص في بلدنا يمكن أن يعلموا أين سيكون الهجوم، والآخرون يمكن أن يحللوا ربما ما يحدث بعد ذلك مستقبلا. لا أعتقد بأننا بحاجة إلى وقت طويل لنرى ما سيحدث، ولكن علينا أن نفهم بأنه ليس كل شيء يعتمد على الهجوم. نحن نفهم بأنها لعبة طويلة، وشركاؤنا يفهمون بأنها ستكون لعبة طويلة. وإذا عدنا إلى التاريخ فالعديد من مثلا المؤرخين كانوا يقولون بأنه بحاجة إلى ربما بأن إلى الشركاء ليعطونا أسلحة، ولذلك مثلا إذا تحدثنا عن المنتجين فهم وعدوا ب10 عقود، وهذا يعني بأن الدعم لأوكرانيا سيكون بعد الهجوم، لأن شركاءنا يفهمون أن أوكرانيا لن تحل تلك كل المشكلات بهذا الهجوم، ولكن شركاؤنا بكل تأكيد سيقفون معنا دائما. سيد الأفندي، ما يعني رأيك في تصريحات رئيس مجموعة فاغنر مؤخرا؟ يعني هل ما يقوم به مناورة لإطالة حرب الاستنزاف، أم بالفعل تعاني هذه المجموعة، أم ماذا؟ ما الذي يجري بنظرة واقعية؟ نظرة واقعية، واضح أنه الرئيس مجموعة فاغنر يريد جذب الأنظار إلى جبهة باخموت.
لماذا جبهة باخموت بالذات؟ لأنه جبهة باخموت هي مريحة جدا للقوات الروسية، لأن روسيا عندما تحارب أوكرانيا تريد لا تريد أن تؤذي المدنيين، فالمنطقة ليست فيها كثافة سكانية، منطقة خالية من السكان تقريبا، فالجبهة مريحة للحرب والاستنزاف الجيش الأوكراني والقضاء على الجيش الأوكراني كاستنزاف كعددي إن كان بعتاد بشري أو عتاد سلاحي، بينما المناطق الأخرى فيها كثافة سكانية كبيرة، ونعلم جيدا أن الجيش الأوكراني يستهدف المدنيين لإرهابهم. يعني هذا ما ذكرته على فكرة منظمة العفو الدولية من حوالي 8 أشهر تقريبا، ونشرت أن القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتزيد إرهابهم. بعد يوم هذا المقال أو هذه الدراسة اختفت منظمة العفو الدولية وعوقب كل من كتبها. يعني هذا أمر حتى منظمة العفو الدولية المسيسة من الولايات المتحدة الأمريكية كتبت هذا الواقع. فروسيا تحارب بطريقة تريد أن تحافظ على المدنيين، بينما أوكرانيا لا يهم عدد المدنيين. فروسيا يعني فاغنر وطبعا بأمر روسي تريد جذب الأنظار إلى هذه الجبهة، جبهة مريحة ليس فيها كثافة سكانية، فيها عدد قوات كبير، لماذا لا تجذب الأنظار؟ يعني تقول هناك هجوم عكسي وهناك ضعف في القوات الروسية وقوات تنسحب وقوات تهرب لتجذب القوات الأوكرانية، حتى يمكن أن تصنع لهم نصر معين خفيف حتى ترضي أوكرانيا، يعني نوعا ما أسيادها من يدعموها. يعني كل هذا يعني أنه في هناك خدعة عسكرية ضمن جبهة باخموت. روسيا تريد أن تجذب الأنظار إلى جبهة باخموت، هذا أول شيء. بنفس الوقت تحضر نفسها لجبهات أخرى. جبهة خرسون، إذا نظرنا جبهة خرسون، جبهة خرسون محصنة لأنه أوكرانيا بحاجة لعبور نهر دنيبر للوصول إلى خرسون. هذا أمر تقريبا شبه المستحيل، لأنه تعلم جيدا أن توصل عدد كبير من الدبابات والآليات العسكرية على طريقة العبور عن طريق النهر ستصبح مرمى للمدفعية وللطائرات الروسية وستتكبد أوكرانيا خسائر كبيرة، وهذا ما قاله الجنرال طيب. ميلي. دعني أستمع إلى هذا أمر مهم جدا. نعم. المشكلة دعني أوف المقاطعة يعني دكتور لفندي، لكن نقطة أثرتها مهمة، أود أن أستمع إلى رأي السيد أوس. الحديث عن صعوبة معركة باخموت من قبل الجانب الروسي تحدث عنها الدكتور لفندي، اللي هو للفت الأنظار سيد إيفان، وضمن تكتيكات الخدع الحربية ليس أكثر، والروس متمكنين في هذه الجبهة. قبل كل شيء الروس الآن بكل تأكيد قد في هذا العام أو العام الماضي قتلوا 500 من المواطنين، وأيضا كانوا يقصفون المناطق المدنية، وكان هناك 23 مدنيا قتلوا فقط في الأيام القليلة الماضية. إذن القول إن روسيا لا تريد الإضرار بالمدنيين، أعتقد أن لا أحد في العالم سيؤمن بهذا ويصدق هذا الكلام. ولكن أما بالنسبة لباخموت، بالنسبة للسيد بريغوجين، باخموت هي نقطة مهمة جدا، فهو وعد بأنه سيسيطر عليها. هذه المدينة الصغيرة في فبراير، ثم في مارس، ثم في أبريل، والآن نحن في مايو، ووعد بفعل ذلك قبل نهاية ماي. هو يسيطر على 95% من باخموت، ولكنه لا يسيطر على كل المدينة. الآن نرى ردود الفعل من بريغوجين، وخاصة خلال الأيام الماضية حين اتهم الوزير الدفاع الروسي بأنهم يغادرون ويفرون من مواقعهم، وكما قال بريغوجين بأنه خسر 500 من جنوده للسيطرة على بعض الأراضي التي وزير دفاع روسيا غادرها في الأيام الماضية. أنا لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر صحيحا بشأن الأرقام والحكاية. باخموت هي نقطة بالنسبة لروسيا هي كالصورة، ولكن من جانب آخر السيد بريغوجين قال إن باخموت ليس لديها مغزى استراتيجي. إنها مهمة لأوكرانيا، لأنه بالنسبة لأوكرانيا باخموت كنا ندافع عنها. حين تدافع عن موقعك ويهاجمك أحد فلا يمكن أن تخسر هذا الموقع. دعني أتداخل معك سيد إيفان، يعني في آخر دقيقة معك، يعني في دقيقة إذا سمحت. وزير الدفاع الأوكراني قال أيضا أن الدول الحليفة تبالغ في توقعاتها للهجوم في ظل الحديث عن قدرة أوكرانية. كيف تقرأ هذا التصريح في دقيقة؟ كيف تفسر الأمر؟
بالطبع نعم، شركاؤنا يحاولون أن يدفعون ويحاولوا أن يحصلوا على تفسير منا، لأنني أنا متأكد بأن الغربيين يؤمنون بأوكرانيا وهذا كله. في المقابل سيد الأفندي، الجانب الروسي يطلق تصريحات متناقضة، فاغنر تتحدث عن معاناة في باخموت، الكرملين يصف المعركة بالصعبة، ثم تتحدث فاغنر عن تقدم ووزارة الدفاع عن الحسم القريب. في دقيقة كيف تفسر هذه التناقضات في المعركة، أو أقل من ذلك، 30 ثانية إذا سمحت. طبعا كل هذه التصريحات تدخل ضمن الخدعة العسكرية، يعني نعلم جيدا أن بالحرب، الحرب النفسية هي أمر مهم جدا، لذلك هذه التصريحات المتضاربة نوعا ما، ونرى هناك يعني تقدم لروسيا حول، نذكر هي مدينة صغيرة، لما تكون نقطة عسكرية أو مدينة صغيرة يحارب فيها حوالي 150 ألف مقاتل من الطرفين، هذه ليست مدينة صغيرة، هي نقطة على الجبهة العسكرية. لذلك كل هذه التصريحات تأتي في مصب الخدعة العسكرية والحرب النفسية، يعني دائما هذه تستخدم في كل الحروب الحديثة، هذا الشيء طبيعي يحصل في كل الحروب التقليدية، ولا أقول هنا أتكلم عن الحروب التقليدية. والمعركة يمكن أن تنطلق في أي لحظة. أيضا دكتور محمود الأفندي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من موسكو، والشكر أيضا لضيفي من كييف مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات إيفانوس، أهلا، شكرا جزيلا لكم على مشاركتنا هذا الحوار في غرفة الأخبار.